اختصاص قانون الدستور. احنا بالنسبه لنا القوانين عموما يجب ان لا تخالف الدستور. عقدت اليوم منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين المهتمين في مجال الانتخابات والديمقراطية المختصة أيضا المنظمات في مجال الانتخابات والديمقراطية مؤتمرا صحفي رافض لتمرير قانون سانت ليغو أو قانون سانت ليغو المعدل والمطالبة بالترشح الفردي والدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة، وذلك يتماشى مع مطالب الجماهير منذ عام 2019 أو 2018 إلى اليوم، وبعدما حكمت المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل مجالس المحافظات. نمر اليوم في مفترق صعب في تمرير قانون قد لا يلائم مطامح الجمهور ورأي الجمهور في تشكيل حكومة محلية رقابية في مجالس المحافظات. مؤتمر صحفي بخصوص قانون الانتخابي اللي سيقر عن قريب باتفاق قادة الكتل السياسية، وسيمررون سانت ليغو، يرجعون إلى قانون سانت ليغو والمحافظة دائرة واحدة، وهذا مرفوض بعد تقديم 800 شهيد من الشعب العراقي بتغيير هذا القانون إلى المتعدد الدوائر، وشفنا نتائج قانون انتخابات متعدد الدوائر شلون أدى نتائج، يعني 42 مستقل، حقق العدالة، تمثل كافة المناطق. فهذا عن دراسة مستفيضة بين منظمات المجتمع المدني أنه قانون متعدد الدوائر حتى موجود بالدول المتقدمة، كل الدول المتقدمة تمثلها دوائر متعددة حتى يمثل شعب الدولة كلها أو شعب المحافظة كلها. أما يعني طريقة الاحتساب وفق سانت ليغو فهي الحقيقة غير عادلة، وخاصة 1.9 يعني مصمم للقوى الكبرى، يعني ولا هي فقط اللي أيضا يعني أشير في معرض الحديث عن هذا الموضوع أنه البعض قالوا أن القوى المدنية هي يعني تابعة للتيار الصدري في تأييده لهذا القانون. الحقيقة لا، لأن التيار الصدري تيار واسع ويفوز بأي شكل من أشكاله، سواء كان بالتمثيل النسبي، سواء سانت ليغو، سواء دوائر متعددة أو المحافظة دائرة واحدة، كان يفوز التيار الصدري لأنه هو تيار شعبي واسع. نحن نتحدث من زاوية تمثيل أغلب مكونات المجتمع، يعني واللي يعكس إرادة الناخبين جميعا وليس فقط القوى الكبرى، إنما القوى الناشئة من حقها أن توجد في اللوحة الانتخابية، ومن حقها أن يعني يكون لها رأي في القرار الذي يصدر. هذا القانون المطروح حاليا نحن نشوفه ما يلبي هاي المسألة ولا لا يمثل الناخبين بشكل صحيح.